طيب احنا هنبتدي بقى دلوقتي زي ما اتفقنا على التايب اوف سكيدولينج، علشان بعد ما نشتغل في التايب اوف سكيدولينج محتاجين نفهم الاكتيفيتيز والديوريشن وازاي نعمل استيميشن ليها وايه الريليشن وانواعها، واذا كان في عندنا كونسترين وكالندرز نتكلم على الريسورس والكوست بتاعتها والريسورس اساينمنت تكون ازاي، واذا كان هيبقى في ليفلنج، وهنوقف هنا في النهارده عند الجزء ده. طيب تعالى نتكلم على التايب اوف سكيدولينج. احنا قلنا كله معظم احنا عندنا بار تشارت واحيانا يسمى جانت شارت. كلنا عارفين بار تشارت. البار تشارت بيبقى الشكل بتاعه، خليني اقول لك احسن على السلايدز عشان باشمهندس محمد يبقى شايف ايه هو البار تشارت. ده اللي احنا بنقول عليه بار تشارت او جانت تشارت. الواي اكسس بيبقى فيها الاكتيفيتيز على الناحيه، والاكس اكسس نحط فيها التايم سكيل، يناير فبراير مارس ابريل يوم الاول الثاني الثالث، وبعدين من النتورك دياجرام نحسب البدايه والنهايه بتاعتها، نشوف ازاي بتاعه كل اكتيفيتي ونبتدي نحطها على الجزء اللي موجود ده. يعني اكتيفيتي واحد يبتدي في اول نهايه يخلص كده. ده اللي بيقول عليه البار تشارت. في السي بي ام كريتيكال باس ميثود هي التكنيك، وانا مش عارف ليه حاطينها طبعا في التايبس اوف سكيدولينج، لان الاي دي ام والبي دي ام والجانت تشارت اللي هي البار تشارت والمايلستونز كله بيستخدم التكنيك اوف سي بي ام، لكن هو بيقول ان ده تايبس اوف سكيدول. اوكي لينير سكيدول او لاين اوف بالانس. اللينير اوف سكيدول او لاين اوف بالانس يستخدم لما يكون عندنا زي ما كان لسه بيقول محمد ابراهيم في عندك انفراستراكشر بس طريق، فالطريق دوت بيشتغل من كيلو كذا لكيلو كذا ورا بعض ماشي كله سيكونس ورا بعض، فانت بتعملها بتحسبها بطريقه معينه علشان خاطر طريقه حساب عشان خاطر تو اوبتمايز الريسورس. اللاين اوف بالانس انا شخصيا درستها في الدبلومه بتاعت كونستراكشن مانجمنت وعمري ما استخدمتها. حد استخدم لاين اوف بالانس قبل كده؟ يعني حتى التيبيكال والطرق والبايبس، البايبس المفروض اللي هي البايب لاين في المستقبل. هنا ما جابش سيره مثلا الكريتيكال تشين خالص، ما حطهاش في ما شفتهاش انا في الكتاب بتاعه، لكن الكريتيكال تشين ميثود الحقيقه ليها طريقه لطيفه جدا في عمليه الريسورس. هفرجكم على فيديو صغير كده. الفيديو ده بيوري لك ازاي بتحسب الكريتيكال تشين، لانها طريقه من طرق السكيدولينج فانت محتاج انك تعرفها برضه. يعني نوقف التسجيل بس شويه عشان خاطر ما نضيعش الوقت على الفاضي. فكرني بالتسجيل، كنت هبتدي اشتغل من غير تسجيل. واحنا توقفنا عند التايب اوف سكيدولز وابتدينا نتكلم على السي بي ام والاي دي ام، واتكلمنا كمان على كريتيكال تشين ميثود، وقلنا اللاين بالانس يستخدم امتى، وشفنا الجانت تشارت. وانت بتشتغل في السكيدولينج اول حاجه لازم تفهم الكومبوننتس والفاريوس سكيدول تايبس عشان تشوف انت انهي واحده فيهم اللي هتختاره طبعا احنا هنشتغل بالبي دي ام، لكن ممكن كمان اشتغل بالمايلستون شارت. ايوه برضو مال بي دي ام بضيف عليها المايلستون عشان خاطر هنبقى نشوفها المره الجايه عشان خاطر نعمل ريبورتنج للمانجمنت. تعال نشوف كده ايه بعض الاسئله او المفاهيم اللي ممكن تسال عليها. What are three requirements that determine what types of schedule should be utilized on projects؟ ايه الثلاث requirements اللي ممكن تساعدك في ان انت تحدد انه schedule هتستخدمه؟ مايلستون ولا جانت تشارت ولا بي دي ام ولا ايه؟ هل هو الكوست اسمت والنمبر اوف ستيك هولدر وريبورتنج ريكوايرمنتس
ولا project size وscope وcomplexity ولا project size وproject variables وphase definitions ولا risk and recovery plan ولا milestone duration and milestone duration. ايه اللي ممكن بناء عليه يا جماعة انا احدد نوع الاسكيدول اللي انا اشتغل بيه في الكيس دي. انا ممكن اشتغل بيهم كلهم. طلع مايلستون لما اكون عايز اعمل ريبورت ويكون عندي مشروع كبير. اطلع جانت تشارت لما اكون عايز اشوف مثلا 2 ويكس لوك اهيد. اطلع نتورك دياجرام بالبي دي ام لما اكون عايز اشوف مثلا العلاقات. فايه بقى الحاجات اللي انت ممكن number of stakeholders ماله؟ number of stakeholders معناه ايه؟ هل احنا اثنين مثلا شغالين في نفس المشروع في نفس الوقت؟ ملهاش علاقه ملهاش معنى. لو كده يبقى هنستخدم في مفاجاه على السيرفر. لا ما بتكلمش اثنين ما بقولش number of schedule والnumber of stakeholders في المشروع. ملهاش علاقه. يبقى ايه ما ينفعش؟ project size طبعا اني واحده؟ يا سيها دي البروجكت سايز ماشي انا موافق عليها البروجكت فاريبلز والفيز ديفينيشن. طيب دي الريسك اند ريكفري بلان مايلستون. مايلستون هو واحد من التايب اوف سكيدول. ازاي يقول لك هو ايه الريكويرمنتس؟ يعني انت بتقول مايلستون ريكويرمنتس عشان استخدم تايب اوف سكيدول اسمه مايلستون مثلا. لا طبعا. يبقى دي بره. سي او بي؟ يا بي يا سي. يبقى انت عيني واحده فيهم بي. هي بي هي بي بروجكت سايز والسكوب والكومبلكسيتي فيز ديفينيشن مالها ومال التايب اوف سكيدول. جايز الفاريبلز ماشي انا موافق معاك لكن الكومبلكسيتي هتبقى احسن والسكوب والبروجكت سايز. مدى تعقيد المشروع مراحل كتيره مثلا علاقات كتيره. هو مراحل كتيرة وحركات كتيرة وانت عايز تبين للمانجمنت عنه استخدم المايلستون اهو ضمن الانواع المايلستون كده كده. List four different types of schedule most commonly used. سهل ده. ايه؟ طب ليه مش بيه؟ عشان انا معك عشان ولا رولينج ويف دول ما هماش تايب اوف سكيدول. طيب ليه مش سي؟ عشان ليفل اوف ايفورت ده نوع اكتيفيتي والهامك نوع اكتيفيتي. هنتكلم عنهم دلوقتي وهنقول ايه الفرق بينهم. فلاجز برضه يبقى هي ما فيش الا ايه. هي ايه اللي تنفع ان احنا نقول ان هم دول الموست كومن يوزد از تايب اوف سكيدول. شفت الايه؟ لا الفلاج مش مش تايب اوف يستخدم في كل تايب اوف سكيدول. دي ده فيتشر ده سوفت وير فيتشر لكن ما هوش نوع من انواع السكيدول. جانت تشارت سكيدول نتورك سكيدول مايلستون سكيدول. انا مختلف في الكريتيكال باث. الكريتيكال باث ده تكنيك فور سكيدول. ما هو كل ده بيستخدم كريتيكال باث. Explain why planner scheduler would choose a linear schedule instead of network diagram. ليه؟ من غير ما نبص على الإجابة. Linear ليه؟ linear اللي هو زي اللاين اوف بالانس. هو شايف كل الكلام الكتير دوت انت ممكن تقول ايه؟ ان هو ما فيش عندك علاقات كتيرة. ماشي بشكل ورا بعضه زي الانفراستراكشر وزي البايب لاين. فما انتش محتاج ان انت او زي الهاي واي كونستراكشن زي الكونستراكشن مالتيبل سيميلر هاوسز. ده كلام نظري. الكلام العملي بيست براكتس محدش بيستخدم. انا ما شفتش في ال 20 سنه اللي فاتوا اللي انا اشتغلت فيهم في بلاد كتيره ما شفتش حد بيستخدم اللاين او اللينير يعني. لكن موجود في اللينير سكيدول انك تستخدم اللاين اوف بالانس. ده تكنيك من التكنيكس اللي بيكون فيه عندك اكتيفيتيز ماشيه ورا بعض سيكونس. فده لينير ماشي ورا بعض محتاج نت ورك دياجرام لتبين فيه علاقات متشابكه. فانت بتستخدم ماشي ورا بعض عشان تقدر تعمل
عشان تقدر تعمل الريسورس اوبتمايزيشن، تستخدم الريسورس كويس، تشوفها فين مكانها، overloaded فين and so on. Explain why different schedules can and should sometimes be used within one project. ليه انا استخدم different type of schedule؟ ليه استخدم milestone و Gantt chart و لسه قايلها دلوقتي و network diagram في نفس المشروع؟ عشان monitoring بالظبط في complexity في المشروع، النيد بتاع البروجكت ونوع البروجكت. لو البروجكت كبير وكومبلكس انت في الحاله ديت ممكن ان انت تستخدم ديفرنت سكيدول عشان تقدر تعمل ريبورتنج ديفرنت فيزز، تقدر تعمل كنترول. يعني انت عايز تعمل ريبورت، طب انا الريبورت لا يمكن اروح اعمله لمشروع معقد بمراحل كتيره واروح اعمله بالنتورك دياجرام، مش هيطلع معايا في البرمجرا اساسا، انت ما بتعرفش تشوفه. مظبوط، عندك الاف الاكتيفيتيز فتروح تعمله بالبار تشارت. انا بتكلم على ديفرنت سكيدجول بروجكت. كل ده سكيدجول تايبس. يعني انا في البروجرام لما بقسم الانتيريور مايل ستون دي سكيدجول تايبس، كل ده في السكيدجول تايبس. كل ده يعتبر واحد بالظبط، هو سكيدجول واحد، هو سكيدجول واحد، لكن انت كانك سكيدجول بريفيو، مش انت بتشوف البريفيو مره بمايل ستون مره بالنتورك دياجرام مره بالبار تشارت. هو ده كلمة السكيدول تايب اللي بيتكلم عليها. طيب اكتيفيتيز، ايه الاكتيفيتيز ده يا جماعه؟ نفرق ازاي بين الاكتيفيتي والورك باكج؟ سمولست بالديوريشن ولا سمولست بالايفورت ولا سمولست لا، الورك باكج ممكن نعمل لها سيكونسنج وكل حاجه ويبقى اول ليفل من السكيدول بتاعك، يبقى اول ليفل من السكيدول اللي اتعمل له بروجريشن لابوريشن ليتر اون. لا انا بتكلم دلوقتي انت تفرق لما تشوف قدامك ورك باكج واكتيفيتي، تفرق ازاي ان ده ورك باكج وان ده اكتيفيتي؟ لما ما تقدرش تقسمها اكتر من كده. طب ما انا ممكن اوصل بالاكتيفيتيز لغايه يعني حاجه صغيره جدا، ما يعني في بص احنا بنقول قاعده لطيفه جدا، بقول لك الاكتيفيتي او التاسك ما تيجي تكتبها حتى تكتبها از فيرب، افعل كذا خلاص، انما كانه اوردر لانها مهمه، انما الورك باكج ناون، اعمال كذا، اعمال الخرسانه المسلحه، اعمال الاواعد. لما تيجي مثلا في اعمال الخرسانه المسلحه واعمال الاواعد تقول ان في الشاترنج وبعديها الستيل فيكسنج وبعدين بور الكونكريت كده، فدي ممكن تساعدك في عمليه. طبعا علاوه على اللي قاله محمد ابراهيم ان انت بتروح لغايه ليفل ما بتقدرش تكسرها اكتر من كده، فده الاكتيفيتي. طيب كان زمان في اول اصدار للبين بوكس 96 كانوا بيقولوا ان الاكتيفيتي هو اللي يكون الديوريشن بتاعه بلس ماينس 15 يوم، يعني بلس 15 يوم يكون الديوريشن بتاعه 15 يوم. 15 يوم طبعا ده اقل حاجه تحطها في الديوريشن بتاعت الاكتيفيتي، بس شالوا الكلام ده لان ممكن يكون في مشروع بتاع اي تي كله 15 يوم. عشان كده الموضوع ما هوش كونستراكشن. الكتاب الجديد بتاع البين بوك تحس ان هو اي تي قوي اكتر. يعني هو الظاهر كل ما بيعملوا ابديت كل ما الناس اللي بتعمل الابديت بتحط البصمه بتاعتهم في الكتاب. الكتاب الجديد بيتكلم على اجايل وكريتيف وبتاع، فتحس ان هو سوفت وير. يعني اول كتاب اللي نزل خالص كان تحس انه رايح ناحيه الكونستراكشن، لدرجه انه كان يقول لك الديوريشن 15 يوم. فانت هنا الديوريشن مش الاكتيفيتي، مش موضوع الديوريشن بتاع 15 يوم او حاجه، لا انت بتتكلم على اليمنتس عباره عن اوردر، عباره عن تاسك معين هتقدر ان انت تنفذه في عدد ايام مناسبه للاندستري بتاعك. فانت هنا محتاج انك تعرف انواع الاكتيفيتي دي. في عندنا انواع من الاكتيفيتيز مش كده؟ في عندنا لسه قايلين دلوقتي ليفل اوف ايفورت والهابوك اكتيفيتي والاكتيفيتي نفسه وفي سامري اكتيفيتي. ايه الفرق بينهم؟ ايه الفرق بين الهابوك والليفل اوف ايفورت؟ ليفل اوف ايفورت والهابوك الفرق بينهم ايه يا شباب البلانر؟ حاجه
علاقه بالليبر او التايم الشغل اللي هو ضرب وقت وضرب حاجه التايم بس كده او حاجه سهله لا واحدة كنت تستخدم لا ما مش حاجة واحدة الهاموك اكتيفيتي ما تحطش عليه ريسورس ما بيتحطش عليه ريسورس هو كأنه سامري لمجموعة اكتيفيتيز ستارت تو ستارت مع فينيش تو فينيش وشوية اكتيفيتيز جمعت ويوري لك البروجرس الليفل اوف ايفورت زي ما قال الباشمهندس هو اكتيفيتي وبتحمل عليه ريسورس يبين لك الجهد المبذول في هذا الاكتيفيتي زي بروجكت مانجمنت اكتيفيتي البروجكت مانجمنت اكتيفيتيز بكل الريسورس بتوع الاوفر هيد اللي هم الاندايركت كوست تحطهم على ليفل اوف ايفورت ويبان البروجرس بتاعهم والريسورس واستهلاكه ويبقى ثابت طول الوقت بتاع المشروع يعني ماشي بشكل ثابت على حسب ما انت حطيت بايه الاكتيفيتي نفسها في فرق بين الاثنين في استخدامين مختلفين السامري اكتيفيتي ده ماتر اوف كودينج انت بتعمل كودينج في السوفت وير عشان تشوف شويه اكتيفيتي السامري بتاعتهم فده مش اكتيفيتي ده كودينج لكن يسموه اكتيفيتي سامري اكتيفيتي انما انواع الاكتيفيتيز لما تفتح كده المانوال بتاع البروفيرا تلاقي النوعين دول ويقول لك الفرق بينهم بالشكل واحيانا يقول لك على المايلستون اكتيفيتي بس هو يعني اصطلاحا مش صح لكن هتلاقيهم بيتكلموا هنا على ان المايلستون از تايب اوف اكتيفيتيز لان المفروض الاكتيفيتي له بدايه وله نهايه وله ديوريشن بينما المايلستون ملوش ديوريشن فهو مجازا بيقول عليه مايلستون اكتيفيتيز طيب هل الاكتيفيتيز ديت بتبقى واضحه والديتيل بتاعتها بتبقى واضحه معايا من البدايه ولا بيحصل لها بروجريسيف الابريشن اللي بنسميها في البي ام بي او البين بوك الرولينج ليف الاكتيفيتيز بالذات لما نعمل لها بروجريسيف لابوريشن نستخدم لها الترمينولوجي اوف رولينج ويف بلان تعال نشوف كده بيسال هنا ازاي على موضوع الاكتيفيتي which is not a characteristic of an activity has a duration صح ولا لا should have at least one predecessor and one successor مظبوط ولا لا ليه at least على الاقل عنده واحد بريديسيسور وسكسيسور عشان ما يبقاش في اوبن اند لان الهانجر اكتيفيتيز دي يتقال عليها هانجر اكتيفيتيز اللي ما لهاش لا بريديسيسور ولا سكسيسور او ما لهاش بريديسيسور او ما لهاش سكسيسور غير مسموح بيها في الكريتيكال باس ميث از اساين تو كالندر يعني ايه اساين تو كالندر محطوط يعني صح ولا مش صح؟ صح طيب is constrained in time يعني ايه constrained in time؟ الطياره بقى معينه ما ينفعش احنا ممكن نحط كونسترين على الفينش تايم بتاعها ده موضوع تاني على الستارت ماشي لكن كده في الحاله دي is constrained هو constrained مش activity activity نحط عليه constrained لكن كلمه constrained on time دي in time ديت يعني ايه constrained in time؟ ملهاش معنى اصلا. ايه معناها؟ قول لي ازاي تبقى الاكتيفيتي constrained in time؟ فهمتها ازاي؟ ملهاش يعني ما تقدرش تشرحها ولا تقول يعني معناها كذا وكذا. مفيش حاجه كده. طيب when activities are logically linked they become constraints schedule resource milestone لما تربطهم ببعض بشكل منطقي يصبح ايه يصبحوا schedule هم دول المكونات للschedule السؤال الثالث what is an activity and what are its primary characteristics يعني لسه قايلين لها قلنا الاكتيفيتي دوت عباره عن individual element للشغل اللي احنا هنربطه مع بعضه بشكل يكون لوجيكال على مع الاذر اكتيفيتي عشان يكونوا السكيل والبرايمري كاركترستيك ان هو يكون عنده ديوريشن والديوريشن ده يكون بيزد على الريسورس اللي هتنفذه سواء كان المان باور او الماتيريال او الاكوبمنت ويكون ليه بريديسيسور وسكسيسور دي كلها حاجات احنا حليناها في السؤالين ثلاثه اللي فاتوا
What should the level of detail be for activities in the schedule? اللي انت قلت عليه اه بالظبط الابروبريت مانجنج اللي تقدر ان انت تعمل له مانجمنت لان في ناس بتكسر في الاكتيفيتيز جدا لغايه اما توصل الى ان يبقى انت محتاج جيش من الناس عشان خاطر تعمل له كنترول عشان تعمل له كنترول في دي غلطه من الغلطات اللي بيعملوها في الكونستراكشن يعني يقعد يكسر الاكتيفيتيز يفصصها فلما تتفصص كتير قوي كده ما تعرفش تعمل عليها كنترول الكلام ده الكلام ده يضيع البرنامج ده تحطه فين في البرامادير لو انت عايز التفاصيل دي تحطها في الاكتيفيتيز ولا تحطها فين في فيتشر جميل جدا في البرامادير ايوه طالع من 2002 بالظبط انا رحت بعته الامبي بعت لهم برامادير هما كانوا عايزين اكسبيديشن لو بروفيرا كونتراكت مانجمنت دلوقتي وساعتها انا كنت شغال تريننج ومانجر للبروموستار فكان معايا المهندس محمد جوده بنعمل برزنتيشن للاكسبيديشن فالشباب اللي كانوا قاعدين كانوا عمالين يتكلموا عايزين كذا وعايزين كذا وعايزين كذا قلت لهم لا ثواني بقى لو سمحت يا باشمهندس محمد افتح البروموفيرا ووريهم الفيتشر الجديد بتاع الستبس خدوا البروموفيرا عشان الستبس بالظبط في ستبس الاكتيفيتي عندك ده اللي باين في السكيدول استخدمت يا باشمهندس محمد ولا لا؟ استخدمت الستبس؟ انا عارف بس ما استخدمتوش المقاول يستخدمه انت ما بتستخدموش لان انت ككونسلتنت هتشوف الاكتيفيتي لكن المقاول عايز يعمل اكسكيوشن بلان بتاعه الاكتيفيتيز هو بتقف على الاكتيفيتي وتنزل تحت عند الستبس يقوم مقسمها لك الستبس اللي انت عايزها ان شاء الله يا رب 10 ستبس ويحط كل ستبس ويت من الاكتيفيتي يعني افرض انت عندك 10 ستبس واديت الاولانيه 10% الثانيه 20% الثالثه 30% يوم لما تعمل بعد كده ان انت خلصت الستيب الاولانيه يرفلكت فين؟ في الاكتيفيتي كبروجرس بس ده برضه لازم عايز تظبيطه من الاول يعني لان ممكن تخليه ريفلكت او ما تخليهوش ريفلكت يعني ممكن بس مجرد انك تشوفه ليك انت او ان انت تخليه يبقى اوتوماتيك ريفلكت عشان يبان البروجرس فانت موضوع الستبس ده من الفيتشرز الهايله جدا بتستخدمه محمد انت الاكتيفيتيز عندكم بيبقى الديوريشن بتاعتها كام الماكسيمم ايه؟ 4 ايام ده قليل جدا. الاربع ايام ده قليل جدا. بس في حاجه محسوبه. اه لان انا شخصيا لما بدي ابروفل على السكيدول لا اسمح باقل من 15 يوم. اه وما بيكونش اكتر من 30 يوم. الاسبوع ده لما تبقى فيه حاجه سبيشال يعني. لكن هو كسبيسيفيكيشن لما اتكلمنا في الاول. انا بتكلم عن كونستراكشن طبعا. حطوا كله اكتيفيتي واحد وفصل في الستبس وريفلكت البروجرس عشان ما يبقاش عندك تو ماتش ريليشن واكتيفيتيز يضرب منك البرنامج ما دي فايده الستبس يعني انت بتتكلم على تركيبات وخطوات وبتاع جمعهم كلهم في اكتيفيتي وبعد كده فصلهم في الستبس عشان ما يبقاش عندك تو ماتش ديتيل للاكتيفيتيز يعني مثلا انا عندي لما بتكلم عن ونقطة فيها مجرد حاجات الصبر أنا هكتب مثلا سلاب ورك وطبعا في عندي بعد كده فك بس خلي الفك لوحدها علشان أنا اللي عندي فهكتب هعرف الستبس عندي ثلاثة هعرف مجرد محتاجة توصل صح طيب الويتنج سيستم بقى أعمله إزاي؟ لما أجي أقول مثلا في الأسبوع الأولاني أنا عملت ثلاث أبناء ولسه فاضل لي الجنب الرابع ولسه فاضل الويتنج سيستم بتاعت إيه؟ بتاعت النجارة؟ ولا الويتنج سيستم بتاع كل واحده من دول يعني النجاره بالنسبه للسلاب قد ايه والحداده قد ايه والصب قد ايه انت في طرق كتيره جدا في حكايه الويتنج سيستم يا اما تحطها بالكوست يعني تشوف البند كله يكلف كام والنجاره لوحدها عمل نجاره منى اجره بكام والحداده بكام والصب بكام يا اما تعملها بالنسبه والتناسب من الوقت نفسه الوقت وحش جدا غلط جدا ان انت تعمل الويت بالوقت
انا عامله كده مع الفيزيك يعني. لا ما انت لازم يكون عندك ريفرنس يعني. هو زي ما قال كده مثلا بالبيمنت يعني، هم حاطين ويت بتاع البيمنت، حطه هو الويت عشان يرفلكت البروجرس صح، واخد بالك؟ بس اهم حاجه لما تيجي تحط الريسورس فيه، هنشوف الريسورس اساينمنت، تحط الريسورس بالتاريخ بتاعها، تبتدي امتى وتنتهي امتى، لان دي بتعملك لخبطه جدا في الريسورس انستجرام. في ناس كتير جدا بتاساين الريسورس وبس. اه بالظبط. لا ده ما ينفعش. انت بتاساين نجارين وبعد شويه بتاساين حدادين، لكن انت لو حطيت نجارين وحدادين وبس من غير ما تحط التاريخ بتاع الحدادين، يبقى هيبتدي الحدادين معاك من امتى؟ من بدايه الاكتيفيتي. طب ما ده مش صح. لما تيجي تشوف الريسورس انستجرام ها هيطلع مش مظبوط. طيب ما هو عشان كده اكتيفيتي في نجارين طب بتقول لي صب خرسانه، هتاساين الخرسانه بالصب بتاعها وخلاص؟ طب ده هي في اخر يوم او اخر يومين. طب ليه ما بتحطلهاش التاريخ تحت في الريسورس؟ في لا في الريسورس نفسه بتحط له تاريخ بدايه ونهايه. اه طبعا في الريسورس نفسه هتلاقي فيه فيتشر تحط تاريخ بدايه ونهايه الريسورس. بص كده عندك وانت حاطط الريسورس على الاكتيفيتي، وشوف تحت كده اذا كان الريسورس يتحط له هيبتدي امتى وينتهي امتى. دي تفرق معاك كتير جدا في لما تيجي تعمل عمليه الريسورس انستجرام وتبين الريسورس لودنج عشان تعمل ريسورس ليفلنج. انما لو حطيته خلاص انت ممكن تشتغل بالكيرف، بس الكيرف يكون وزن التاريخ، لكن التاريخ بتاع الريسورسز نفسها عشان يوزع لك الكيرف اللي توزع الكيرف اللي انت عايزه. لكن هتحط توزع الكيرف على كل المده بتاعه الاكتيفيتي هتبقى لا، الكيرف مش لينير، ده كيرف. لكن اقصد انه برضو هيبتدي لك من البدايه ويعمل لك الايه ويعمل اس كيرف. طب انا الحدادين مش هيجوا من الاول مثلا، الخرسانه اللي انا بقول وصب اعمال الصب مش من اول يوم ولا ثاني يوم ولا عشر يوم، اخر يوم. فلو انا عملت كيرف هروح موزع لي الخرسانه اعمال الصب ايه؟ مش لينير كيرف بس يعني، اصل لينير يعني متساويه يا محمد، مش كان لينير مش لو انت هتحط كيرف، لو انت هتحط على حسب شكل الكيرف بتاعك كربل شيب ولا اس كيرف ولا ايه. فعشان كده احسن حاجه تحط تي الريسورسز مثلا نجارين. انا عندي لبل النجارين عندي ديفت يوم في تاريخ، لا في تاريخ للريسورس نفسه اللي انت حطيته، ليه تاريخ بدايه وتاريخ نهايه. لقيته؟ ايه؟ هو عدد الافكتيف ديت بتاعه. لا مش مهم الافكتيف ديت، وانت حط غيره بقى الديت ده، انت عايزه يبتدي عندك في الاكتيف ده من تاريخ كام؟ ده الافكتيف ديت ده موضوع تاني، لكن انت في عندك هو بتاريخ البدايه للريسورس نفسه. لا لا ابدا في المعلومات بتاعت الريسورس. طب خلينا نبقى نشوفها لما نخلص. ماشي. طيب. اتكلمنا على الجزء ده خلاص. What are the different activity types؟ ايه هم ال different activity types يا محمد عادل ومحمود عامر لسه متكلمين عنهم؟ انواع ال activities المختلفة. قلنا في حاجة اسمها level of effort صح؟ ايوه، وال hammock activity وال summary وال flag ده طبعا مش اكتيفيتي، لكن يعني هم بيقولوا ان ده اكتيفيتي تايب. الفلاج ده اكتيفيتي محطوط في بروفير ان هو نوع من انواع الاكتيفيتيز، هم بيقولوا ان الفلاج ده اكتيفيتيز. اوكي، عايزين نعمل دلوقتي ورك شوب في ربع ساعه اللي جايه ديت نديفلوب بس ليست اوف اكتيفيتيز. عايز 20 اكتيفيتيز، 15 اكتيفيتيز، 30 اكتيفيتيز زي ما تطلع في ورقه للمشروع بتاعك. خلينا ناخد الميوزيوم بس، احنا خلينا نشتغل على الميوزيوم بس على الفيز الاول، علشان الاكتيفيتيز دي بعد شويه عايزين نحطها في نتورك دياجرام مش النهارده يعني، بعدين ونعمل فورورد باس وباكورد باس وكليشن. يلا يلا نشتغل، نرجع نسجل. هنستكمل دلوقتي بعد ما عملنا الليست اوف اكتيفيتي. انتوا عملتوا كام اكتيفيتي؟ 20. طيب خلاص هنشوف بقى الليست اوف اكتيفيتي، اسف هنشوف بقيه المكونات السكيدول بتاعنا. هنتكلم على الديوريشن، وفي حته لطيفه جدا الرسمه اللي تحت ديت، لما بتيجي تحط الديوريشن بتاعه الاكتيفيتيز بيطلع عندك احيانا نيكس
صح؟ اللي هي النون وركينج دايز اللي مش موجود اللي يطلع عندك هنا اهو نون وركينج بيريد اللي موجوده تحت ديت اللي هي معروفه بالنيكينج اي كي اي ديت يعني اولسو نون از اي كي اي اولسو نون از نيكينج. طب هتعرفها منين النيكينج ديت هتجيبها منين؟ هو اوتوماتيك لانك انت بتاساين بروجكت كالندر هنشوف البروجكت كالندر دلوقتي از كونسترينت بتاساين الوركينج دايز والنون وركينج. يبقى انت لما تيجي تحسب الديوريشن الانتر كونكتيفيتي ما بين الديوريشن والكونسترينتس كالندر مهمه جدا علشان خاطر تقدر تعمل حساب الاكتيفيتي بالديوريشن بتاعه بما فيهم الوقت اللي ما فيهوش شغل. يعني انت بتقول 10 ايام بس 10 ايام دول كالندر دايز ولا وركينج دايز؟ وركينج دايز. الكالندر بيعمل حسابه هو في موضوع الاجازات. ده بيساعدنا بعد كده لما نيجي نعمل اللوجيكال لينكينج وهنتكلم احنا على الانواع المختلفه من الريليشن بعد شويه. وده بيساعدني برضو ان انا احسب حساب الديوريشن كله بيساعدني احسب حساب الكوست بتاع الاكتيفيتي. لان على حسب استخدامك للريسورسز هيكون الكوست. وذلك احنا لما كنا بنفتح البروموفيرا دلوقتي بنقول لو انت هتكتب ان محتاج مجموعه ريسورس في وقت معين هو هيفردها لك على الوقت كله. لكن لو انت حطيت الوقت بتاع الريسورس نفسه هيحطها لك يبان عندك في الهيستوجرام. الكوست هو هو لانك بتحط بالمان دي او المان اوت مش هتفرق كتير في الموضوع ده. تعال نشوف كده هو ممكن يسالنا ازاي على موضوع الديوريشن. بس انا برضو قبل ما نروح للاسئله عايز اراجع معاك الديوريشن استيميت ازاي انت بتعمل عمليه الاستيميشن للديوريشن. زي ما راجعنا قبل كده على الاستيميشن بتاع الكوست هو هو. ممكن قوي ان انت لو ما عندكش تفاصيل عن الديوريشن تستخدم اناليسيس. شوف حاجه اتعملت قبل كده شبيهه باللي انا عايز احط لها ديوريشن دلوقتي واقارن بينهم. اقول انا عملت البلاط بتاع الاوضه دي في يومين قبل كده وانا عايز دلوقتي اغيره يبقى هو هياخد يومين بلس ماين. او تستخدم بارامتريك. البارامتر هم في عندي هنا 30 متر مربع وهشغل واحد بيشتغل 10 متر في اليوم يبقى 30 على 10 يوم ياخد 30 دي البارامتريك. تمام. فانت عندك طرق او تستخدم بيرت برضه ان بيرت اناليسيس ساعتها تقدر تقول والله لا يعني هو مش هيشتغل 10 متر في اليوم ده هو ممكن يشتغل 12 واحد تاني يقول لا ده ممكن انا اضغط عليه خليه يطلع 15 فانا عندي 10 و12 و15 اضرب ال 10 في 4 واجمعها على 12 و15 اقسمهم على 6 واطلع الويتد افريج. لكن طبعا موضوع البوتوم اب ده ما ينفعش فيه اللي احنا اتكلمنا عليه في الكوست ما ينفعش فيه الديوريشن اسمت. خلي بالك بقى في حته في عمليه الديوريشن اسمت بتقوم على الافيلابيلتي اوف ريسورس. يعني لو انت عندك ريسورس هو افيلابل 50% من وقته والانتاجيه بتاعته 90% من الاستاندرد والمفروض ان انا اخلص الاكتيفيتي ده في 10 ايام هاخد بالريسورس ده هياخد مني 10 ايام هياخد مني قد ايه؟ لا مش هشتغل 50% اه بس البرودكتيف بتاع 90% ليه ما عملش حساب الانتاجيه بقى؟ انا حاسب ال 10 على النص اه ماشي يطلع 20 يوم بس ال 20 يوم ما بيشتغلش ب 100% انتاجيه ده بيدي 90% يبقى هياخد اكتر من 20 يوم. مش لوجيك الكلام ده؟ اه لو هو دلوقتي انا بقول ان الانتاجيه اللي موجوده عندي النورم اللي عندي انه يطلع 10 متر في اليوم الراجل ده بيطلع 9 متر في اليوم يبقى ال 10 متر اللي عندي يخلصوا في يوم ولا يوم وشويه؟ مش وين خلاص هو اللي انت جبت 90% يبقى انا لازم اكونسيدر في الديوريشن لازم اكونسيدر الانتاجيه واكونسيدر الافيلابيلتي بتاعته. طب في الكوست هكونسيدر الافيلابيلتي ولا الانتاجيه بس؟ ليه؟ ما ينتج قد ايه عشان يقعد معاك قد ايه ان هو مش هيقعد معاك الزمن بتاع الاكتيفيتي غير الزمن بتاع هو هيقعد معاك قد ايه؟ هو افيلابل 50% من وقته لكن انت هتستخدمه ال 50% من وقته بس صح؟ يبقى معنى كده ان انا هعمل حساب البرودكتيفيتي بس
يعني هو دلوقتي بيكلفني في اليوم 100 جنيه. طيب انتاجيته 90%، ال 10 متر دول هياخدوا قد ايه؟ يوم وايه؟ وحته. هستخدمه هو يوم وحته اللي هو هشغله فيه. صحيح المشروع ممكن الاكتيفيتي ياخد اكتر من كده لان هو هيجي بس نص الوقت، دي قصه ثانيه. انا مش هدفع له الا الوقت اللي جاي فيه. في فرق ما بين الديوريشن بتاع الاكتيفيتي وفي فرق ما بين الكوست بتاع استخدامك ليه هو. واضحه يا جماعه دي ولا لا؟ طيب تعالوا نشوف كده السؤال ده كده. Pick the least accurate statement concerning schedule activity duration. اقل حاجه مش دقيقه، اقل حاجه يعني ممكن تكون دقيقه بس هي اقلهم دقه يعني. They are often determined by examining the quantity of work and the resource that will be applied to perform that work. Work is always performed continuously from start to finish. There is a rubber band for overall duration depending upon the quantity of work actually performed and the number of hours of work expended. Planned and assumed productivity factors, location factors, and other considerations are applied against the optimum duration to determine a planned duration. ايه اقل حاجة دقيقة كستيتمنت على الاسكيدول اكتيفيتيز؟ خدها كده واحدة واحدة. They are often determined by examining the quantity of work and the resources that will be applied. اتكلم عن duration to perform that work. صح الكلام ده ولا لا؟ بي the work is not always. اه طبعا ده مش صح، احنا قلنا next. يعني عندنا nicking فبي دي مش صح. الاخر جاب محمد صح. سي رابر باند يعني there is a rubber band for overall duration زي البفر يعني يقول عليها رابر باند. Depending upon the quantity of work actually performed and the number of hours of work expended. احنا كنا بنتكلم عن الحته بتاعت البرودكتيفيتي والافيلابيلتي وعلاقتها بحساب الديوريشن للاكتيفيتي. يعني لو انت عندك النهارده النورم بتاع المعلم بتاع البلاط انه يعمل 10 متر في اليوم. طيب هو هيجي يشتغل معاك نص وقت. يبقى الديوريشن بتاع الاكتيفيتي هياخد وقت قد ايه؟ هم 10 متر وهيشتغل نص الوقت وهو بيعمل 10 متر في اليوم. يبقى الديوريشن بتاع الاكتيفيتي تتضاعف. افيلابيلتي بتاعته نص صح. طيب لو البرودكتيفيتي بتاعته 90% وافيلبل 100% من وقته هياخد كام يوم الاكتيفيتي؟ يعني بالظبط هياخد يوم وشويه. تمام نقسم اليوم على 9 ونص. طيب لو انت بقى عايز تحسب الكوست بتاعه هو دلوقتي لو هو افيلبل نص الوقت يبقى الديوريشن هيبقى بتاع الاكتيفيتي طيب الكوست الراجل ده بيكلفك في اليوم 100 جنيه الكوست بتاع الاكتيفيتي ده قد ايه؟ مان باور؟ 150 ليه 150؟ هو الوقت نص الوقت بعمل حاجه بقى الحاجه اللي بتتعمل في يوم بيعملها في مين؟ لا البرودكتيفيتي بتاعته 90% 90% فبتضرب في 1.1 تضرب الكوست في اللي هي اللي يطلع الواحد على 0.9 خلاص انما ما اعملش حساب ان هو جاي ان الاكتيفيتي يخلص في 20 يوم هيخلص في 20 يوم نتيجه ان هو مش افيلبل طول الوقت لكن انا هدفع ثمنه لما يجي يبقى اللي عامل حسابه اللي عامل حسابه هو البرودكتيفيتي بس هي دي فاتتك فانا كان لازم اقولها لك تاني لانها مهمه ممكن انها تفيد وانت بتشتغل. Duration are not derived from the following. لما تيجي تحسب الديوريشن derived from يعني مشتقه من لما تيجي تحسبها ما هياش من الكوست اسمت من ريسورس لودنج اكتيفيتي اي دي كوست. يعني انت لما تيجي تحسب الديوريشن صح انما ريسورس لودنج ليها دعوه طبعا لان على حسب الافيلابيلتي لسه قايل لنا ايه؟ ايوه السؤال اللي هي بتحسب منين؟ ماشي حسب الافيلابيلتي بتاعت الريسورس واعمل ريسورس لودنج اقدر اعرف الدوريشن بتاع الاكتيفيتي لسه قايلينها
Activity ID. تمام. Duration may include the following: multiple element of the scope of work, relationships, risk plan, scheduling specification. Duration may include the following. Relationship, multiple elements of the scope. ليش معنى حد يقول لي انا مش عارف حد يقدر يجاوب على اللي يشرح السؤال ده ليه duration بتكون include المالتيبل element of the scope of work يعني ايه مالتيبل element of the scope of work زي ايه عشان حاجه مش مفهومه لا طبعا هو اخترنا عشان هو حاطط الاجابه عشان هي حاجه المفروض ليها معنى ايه هي الاليمنتس المختلفه في السكوب اوف ورك زي ايه السكوب اوف ورك لما اتكلمنا عليه قبل كده مش احنا اتكلمنا عن ان في برودكت سكوب وفي بروجكت سكوب في عندنا فيتشر وفانكشن في عندنا البلان نفسها فانت دول المالتيبل اليمنت بتاع السكوب اوف ورك ما هياش حاجه واحده فيتشر وفانكشن ده برودكت سكوب ده ريكوايرمنت وكمان في وقت للبلان نفس الاعمال اللي انت هتعملها علشان تخلص بيها الشغل بتاعك فده المقصود بالمالتيبل اليمنت اوف ذا سكوب فانت عشان تحسب الديوريشن انت محتاج تشوف الايفورت ومحتاج تشوف الفانكشن والفيتشر بتاعه المنتج نفسه او الاكتيفيتي نفسه عشان تقدر تحسب بيه الديوريشن انما الريليشن شيب ايه علاقتها بالديوريشن ملاش علاقه بالديوريشن ملاش علاقه بالديوريشن ديوريشن اوف ذا اكتيفيتي لكن هو في ناس بعض الناس بيشتغلوا في البلاننج بيعمل علاقات عشان يظبط بيها الستارت والفينش ديت بتاعت الاكتيفيتيز لكن مش الديوريشن برضه طب الريسك بلان ريسك بلان غير الريسك كونتينجنسي او الريزيرف كان ممكن لو هو ريزيرف كنا نقول ان هي ليها علاقه بالديوريشن In combining multiple logically tied activity with the duration provide the basis for the following. ما تجمع كده اللوجيك مع بعضه اللي تربط الاكتيفيتيز مع بعضها تبدا تطلع ايه؟ بيز لاين سكيدول ولا ديفاين سكوب السكيدول سكوب اصلا بعض الاكتيفيتي صح يبقى تطلع البيز لاين سكيدول انت اساسا بتاخدها ما اصل هي احيانا الناس تتلخبط في الحته دي يقول لك دي ديفاين سكيدول سكوب لا ديفاين سكيدول سكوب ده انت اساسا بتعرفه من ال دبليو بي اس والاليمنتس الثانيه عشان تقدر Why it is it important to understand the interconnectivity between the activities duration, the constraints, or calendars? شفنا احنا موضوع النيكينج ديت والوركينج دايز والنون وركينج دايز فالعلاقه اللي ما بين الاكتيفيتي دوريشن والكالندر اساينمنت والكونسترين هي بتبقى من البيزز اوف ديتيرمينج الاوفر اول تايم فريم عشان تقدر تعرف الوقت المطلوب كله للاكتيفيتي مش الوقت اللي بتشتغله في الاكتيفيتي في عندك الانتر كونكتيفيتي ديت بتعرفك ان الاكتيفيتي كله عايز 10 ايام بس في يوم اجازه هنا وفي يوم اجازه هنا كده على حسب افرض الاكتيفيتي كله 3 اسابيع وانا بشتغل 5 ايام في الاسبوع هيبقى في عندي اوقات يومين في الاسبوع ما فيهاش شغل عشان كده انت لازم تعرف الانتر كونكتيفيتي ما بين الكالندرز وما بين الاكتيفيتي دوريشن عشان تقدر تعرف كل الاكتيفيتي دوريشن قد ايه لذلك اقول لك كالندر دايز ولا وركينج دايز احنا بنتكلم دايما على وركينج دايز What is key element in determining the duration of an activity? كي إليمنت يعني حاجة واحدة انك تفهم السكوب مش كي إليمنتس كي إليمنت واحد ان انت تقدر تفهم السكوب بتاع الاكتيفيتي والإليمنت بتاع التلسكوب فتقدر ان انت تحسب الديوريشن لو انت السكوب بتاعك مش واضح
مش هتعرف تحسب الدوريشن. طبعا الريليشن ديت هي اساس السكيدولينج. نقطه رقم 4 في عمليه السكيدولينج بعد ما عملنا كل الشغل اللي فات دوت وشفنا الاكتيفيتي وشفنا الديوريشن وشفنا السكوب، احنا بنتكلم دلوقتي على العلاقات اللي احنا هنبنيها ما بين الاكتيفيتيز وبعضها. العلاقه الديفولت دايما في اي سوفت وير بتكون فينيش ستارت، لكن مش هي دي العلاقه اللي احنا بنستخدمها في المشاريع بتاعتنا، لان لو استخدمنا في مشروع كونستراكشن بالذات الفينيش ستارت على طول تلاقي المشروع ضرب والمده بتاعته بقت قد مدته مرتين. فبنضطر ان احنا نعمل عمليه الفاست تراكنج او البارل اكتيفيتي، سواء كان بقى بفينيش تو فينيش او ستارت تو ستارت او تستخدم اللاج. فينيش تو ستارت معنى ان انا عندي مانداتوري ريليشن شيب، ما اقدرش ابدا الاكتيفيتي بي اللي انا بشاور عليه ده الا لما اكون مخلص الاكتيفيتي ايه. طب ستارت تو ستارت انا عايز ابدا الاثنين اكتيفيتي دول مع بعض، بس شكل البارل شارت اللي قصادنا دي بتبين ان الاكتيفيتي بي بدا بعد اكتيفيتي ايه بشويه. الشويه دي بنسميها ايه يا جماعه؟ لاج. انما الليد يختلف عن اللاج. ايه ده؟ النيجاتيف لاج نسميه ليد، بس الجماعه دول مش عاملين كده. الكتاب هنا غير كتاب البيمبوك. البيمبوك يقول لك ان النيجاتيف لاج هو ايه؟ الليد. فالنيجاتيف لاج ده هتستخدمه ازاي؟ لو انت قلت علاقه فينش تو ستارت مع نيجاتيف 5 ايام، وده كان مثلا اكتيفيتي ايه 10 ايام. اه هنا اصبح عندك في ليد. ممكن تسمع ان النيجاتيف لاج مش موجود بقى، اساله كده قول له الكونسلتنت اللي بيقول لك انا عارف حافظ اللي انت بتقوله ده، الكونسلتنت يقول لك ممنوع النيجاتيف لاج، قول له ليه؟ مش هيجاوب. ما يعرفش هذا ما الفين عليا بقى. قول له ليه؟ حد سالت واحد قبل كده ليه ممنوع نيجاتيف لاج؟ اراهنك لو عرف يجاوب. ايه اللي بيضرب؟ الفينش تو ستارت ماينس لاج احسن من ستارت تو ستارت في الشغل بتاع البروجرام. يعني لو اتاخر السكسسور اكتيفيتي في الستارت تو ستارت هتضطر تعمل بروجرس اوفر رايت، وهتخش جوه تعمل بروجرس اوفر رايت عشان تعرف تشتغل. لكن فينش تو ستارت ماينس مش هتضطر تعمل كده. ما شفت بقى عشان ستارت تو ستارت. لا طبعا انا ما احبش اخش جوه في الفيتشر واشيل واعمل بروجرس اوفر رايت. يبقى انا بلعب في البتاع في السيكونس ليه؟ طيب ايه ده؟ يعني ايه؟ يعني شغال العرفه اكتر من القواعد سهله. ليه ما هي القواعد اهي؟ يعني ليه؟ طب ليه بترفض دماغك؟ ما قول لي مفيش سبب، اللي بيرفض دوت هذا ما الفين عليا ابا انا، ما انا بقول لك كده. بس السوق كله كده. السوق ماشي من واحد رفض وكله عامل كده. انا شخصيا لما كنت بشتغل حد يقول لي ممنوع اقول له ايه السبب؟ اقول له طب خلاص ما تقول لي ايه السبب ممنوع، هل ده كونتراكشوال موجود في الكونتراكت؟ لا. خلاص ده اللوجيك. مين قال الفلوت لما يزيد عن 30؟ الفلوت لما يزيد عن ايه؟ ده هتلاقيه كونتراكشوال اوبليجيشنز. لا يبقى عرف ماشي. انما انت بتتكلم بس انت بتتكلم في حاجه تكنيكال. يعني بص تكنيكاليتي لما تفتح كتاب البينبوك هيقول لك ان الليد هو النيجاتيف لاج ويحطه لك. طب فين العرف بقى في الموضوع؟ وبيقول لك ده بيست براكتس. ماشي بس لما نيجي نشتغل كده انت مش واخد بالك. لا انت مش واخد بالك انا بقول ايه. بص خد بالك معلش بقول لك ان البين بوك بيقول ان ده بيست براكتس، يعني يوزد موست اوف ذا تايم ان موست اوف ذا بروجكت، يعني في السوق هو المقبول كده. البين بوك مش كتاب نظري، البين بوك جاي من السوق، جاي من الناس البراكتيشنرز الاراوند ذا جلوبال اللي بيشتغلوا بروفيشنال اللي بيقولوا ان ده هو كده. لكن انت شفت في السوق بعض الناس في الميدل ايست حافظين ده، مش معناه هو اللي موجود وورلد وايد كده. الوورلد وايد هتلاقيه في كتاب الستاندرد في البراكتس. البراكتس جايه من اللي في السوق، فاهمني؟ فلذلك من فيرجن 4 او 5 باين مش فاكر 4 ولا 5 نزلوا الليد بهذا الشكل. انا اي حد بيتكلم معايا في الكونسلتنتس لما اكون بشتغل بقول له اتفضل ادي البيست براكتس المعتمد الانسي
اللي بيتكلم على انت قول لي بقى ليه انت رفضته؟ ما عندوش سبب. فوانس ان هو ما عندوش سبب يبقى معنى كده ان ما فيش سبب. هو مجرد زي ما انت قلت كده ايه؟ عرف ما يعني متوارث. العرف المتوارث الغلط يتغير. خد بالك يا باشمهندس محمد؟ فهنا بيتكلم ان في 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 لاك اهو، وبرضه بيقول ليد. طبعا على حسب اللي احنا هو هنا ليد بمعنى ان اكتيفيتي بيليد انذر اكتيفيتيز بشكل اوفر هيد. لكن كلمه ليد اصطلاحا على حسب البي ام بي بي ام اي بيتكلم على النيجاتيف. مش هتفرق معانا في حاجه دي كتير. هنا العلاقه الغير عاديه اللي قلنا عليها اللي هي كان سال عليها محمد مصطفى الستارت تو فينش. ولذلك علشان ما تتلخبطش في العلاقات ابدا قرايه العلاقه من النهايه. يعني تيجي تقول ايه؟ ما اقدرش اخلص الاكتيفيتي بي الا لما ابدا الاكتيفيتي اي. كده تبان معاك العلاقه ما تتلخبطش فيها. ما اقدرش اخلص ماتيريال ديليفري الا لما اكون بدات ال سي. ما اقدرش ارفع ايدي من المارش اللي بضربه في العربيه الا لما الانجن يكون ايه؟ ابتدى. عشان انت بتضرب الستارتر تمام؟ هتقدر تنهي الاكتيفيتي بتاع الستارتر ده امتى؟ لما الانجن يبدا. مثلا انت عندك مثلا حته باك يارد كده في الجنينه وعايز تعمل لها فرتلايزر، تسمدها، تحط شويه سماد، والسماد بتحط على ميه ولازم تكون الارض منديه، فانت قاعد بترش ميه. ما تقدرش تخلص رش الميه الا لما تبدا فرتلايزر. حاول تعملها كده فينش ستارت ما تنفعش. فلذلك لو قريت العلاقه دي بالذات بهذه الطريقه من النهايه للبدايه تفهم العلاقه كويس. حتى الـ الفينش ستارت مش ستارت فينش. ما اقدرش ابدا، شايف ستارت، ما اقدرش ابدا النشاط بي الا لما اخلص النشاط. تمام يا جماعه؟ يبقى احنا اتكلمنا دلوقتي على العلاقه اللي ما بين مجموعه الاكتيفيتيز مع بعض، وعرفنا ان التكنيكال سكيدول بيقدر نطلعه من خلال العلاقات اللي بنحطها على حسب التكنيكال وورك. يبقى في الحاله ديت انا مش هحط العلاقات بنفسي كسكيدول، لازم يكون معايا التيم المتخصص علشان يحطوا اللوجيك اللي موجود في النتورك دايجرام، وبالتالي اقدر ان انا احط حاجه كريديبل وتكون مش من وجهه نظري انا لوحدي. ساعتها اقدر احسب بقى الكريتيكال باث والفورورد والباك وتطلع اكتيفيتي والفلوت بتاعه وحاجات زي. طب مثلا ما الفلوت، لما نيجي نتكلم عن الفلوت، الفلوت مش توتال فلوت وفري فلوت بس، في انواع كتيره من الفلوت. خش على جوجل كده واكتب فلوت تايبس ان كريتيكال باث، خش على البروموفيرا هيلب كده وطلع انواع الفلوت. لكن اللي مستخدم ايه؟ هم التوتال فلوت وفري فلوت. الاذر تايب اوف فلوت اللي انا نسيتهم اصلا دلوقتي لان ما بنستخدمهمش، مش مستخدمين. صح. اندبندنت فلوت ومش عارف قصه كده، وفي كام نوع يعني. ما حدش بيستخدمهم. اكاديميك غير مستخدمين ومش موجودين اساسا عندك كفيتشر في اي سوفت وير. من بتوع زي البروفيرا او مايكروسوفت. طب تعال نشوف كده السؤال ده بيقول لي in addition to relationship and lags which of the following should not be considered when building a schedule. هتكونسيدر الكونسترين، هتكونسيدر الكالندر، هتكونسيدر ستيك هولدر، هتكونسيدر الدوريشن. انهي اجابه؟ ستيك هولدر. هتكونسيدر الريكوايرمنت بتاع الستيك هولدر ده موضوع تاني. لكن انت هنا بتتكلم على ايه؟ على لما تيجي تعمل ايوه بيلد السكيدول. صح. نيمان ديسكرايب ذا ديفرنت تايب اوف سكيدول ريليشن شيب ذات ار يوز ان سكيدولينج سوفت وير تولز بيزد اون ذا بريزنس دايجرامينج ميثود. خلاص احنا لسه قايلين ستارت تو فينش، فينش تو ستارت، تو فينش تو فينش، ستارت تو ستارت. ديسكرايب ذا فانكشن اوف ريليشن شيب لاكس. استخدمها في ايه اللاجز؟ يا في اكسلريشن يا في ديلي. لو لاج بس يبقى ديلي، لو لاج نيجاتيف يبقى اكسلريشن. ريليشن شيب لاجز ديلي ستارت تو فينش ريليشن شيب.
ما اتكلمش على الاكسلريشن لان ما يعني ما جابش سيره الليد. What is schedule relationship؟ اللوجيك اللي موجود ما بين الاكتيفيتيز يربط بينهم على حسب التكنيكال ريكوايرمنتس. طيب بنتكلم دلوقتي بقى على الكالندرز كونسترينز وكالندرز. طبعا موضوع الكالندرز ده في الامتحان هتبص تلاقيه جايب لك نتورك دياجرام كبيره ومديك الكالندر بالوركينج دي والنون وركينج دي، ولازم تكونسيدر وانت بتحسب فورورد وباكورد الايام اللي فيها اجازات واللي ما فيهاش اجازات، مش زي ما احنا بنحسب كده في الامتحانات البي ام بي والحاجات والاس بي وكده. مالها؟ اه تحطها وتعمل حسابها، يقول لك 10 ايام ويحط لك بقى يقول لك وركينج دايز كالندر دايز، فلو حط لك دوريشن كالندر دايز كونسيدر نون وركينج دايز، لو حط لك الدوريشن وركينج دايز يبقى يو دونت كونسيدر نون وركينج دايز. بالظبط. طبعا دي جايه من بروفيرا، وعشان تعرف ان بروفيرا هو الابروف تولز اللي بيستخدموه الجماعه دول، هو دي كوبي بيست من الكتاب، يعني هتلاقي عندك في الكتاب في الحته اللي هي 2.2.5 هتلاقي بيقول لك ان انت محتاج انك تعمل الوركينج اورز وتعلم على الايام اللي ما فيهاش شغل ايه، يبقى عندك الوركينج دايز والنون وركينج دايز وتحط اكسبشنز، محتاج تظبط البروجكت كالندرز ومحتاج تظبط الريسورس كالندر كمان. يبقى لما يكون عندك اكتيفيتيز وكونسترينز وكالندرز لما تجمعهم كده على بعض هتقدر ان انت تعمل حسابك في الكلام ده وانت بتشتغل في البروجكت سكيدول وتطلع الموديل بتاعك من غير ما تعمل حساب الكالندر والوركينج دايز والنون وركينج دايز والوركينج اور والوركينج اور، هتلاقي السكيدول بتاعك مش طالع رياليستيك. الحاجه اللي المفروض ده تخلص في تاريخ 17 ابريل لانك ما عملتش حساب الايام الجمعة والاجازات والسبت والعيد ومش عارف ايه، هتلاقي انها خلصت قبل 17 ابريل. تقوم تطلع برنامج اقصر من الحقيقي لانك ما عملتش حساب الاجازات. Constraints are factors that affect an activity's start, finish and or duration. Which of the following is not an example of a constraint؟ ازاي الكونسترين ياثر يا جماعه على الديوريشن؟ يعني هو ممكن ياثر ستارت وفينش دي، ياثر على الديوريشن ولا لا؟ لو عندك الكونسترين لانهاء اكتيفيتي في وقت معين فانت مضطر انك تقص الديوريشن بتاعه عشان تخلص في الوقت ده، بس طبعا هتتحاول بقى تزود ريسورس اند سو اون. يبقى في الحاله دي which of the following is not an example of constraint، كالندر ده كونسترين ولا لا؟ طيب والديت ريستريند يعني ايه ريستريند؟ طلع كده من جوجل كده، طلع من جوجل عشان ما تنساهاش ابدا. يعني ايه ريستريند؟ يعني ديت فيكس. طيب ما ده كونسترين مش كونسترين، ما هو فيكس. طب الستيك هولدر الويذر الويذر كونسترين طبعا طبعا ده عامل مهم جدا، ده تحط كونسترين ازاي؟ يبقى لازم اقول لك ستيك هولدر زي السؤال اللي فات برضه، ما كان الستيك هولدر كان ممكن يكون من الاجابات بس مش حطش ريكوايرمنت. صح عندك حق، الستيك هولدر ريكوايرمنت طبعا كونسترينت. Which is not characteristic of typical project calendar. عندنا multiple project calendar ولا لا؟ عندنا weather, environmental, seasonal. عندنا working day. Based on the type of schedule used. Based on the type of schedule used. أنهي إجابة؟ الإجابة دي مالهاش علاقة، لكن عندنا طبعا multiple calendar، calendar للproject، calendar للresources مختلفة. طب احنا ينفع يبقى عندنا تو بروجكت كالندر؟ ازاي؟ انا عندي بعملها اساين على حسب الريسورس اللي عندي. لا ريسورس كالندر حاجه وبروجكت كالندر. قول لي. يبقى حسب الفيز، انت ممكن تحط حتى عندي حاجات في الكونستراكشن بتخدم كالندر زي فك الشبكه. فدي اخد لك كالندر مختلف. صح.
يبقى انت في البروجكت كالندرز الاكتيفيتيز الفلانيه الفيز الفلانيه تقدر تقعد. بس ده هيبقى متعب جدا ان انت تقعد بقى ايه يعني تحط هو فيل داون وخلاص وتعملهم سورت باي الفيز ده وفيل داون بتخلصها مش كده؟ طيب project calendar are formulated for estimate to reflect specific long run condition or circumstances for relation for resource loading. طيب calendar for resource طب for relation to reflect specific long run conditions or circumstances يعني يعني لو انا عندي حاجه في الديبلومنت هتاخد وقت طويل في الشحن. انت لسه قايلها دلوقتي. الشحن. ما انت لسه قايل انت عندك حاجات في صح مظبوط عندك حاجات في الديبلومنت عندك حاجات في الانجنييرنج عندك بروجكت كالندر لكذا. انما فور ريسورس بس مش لودنج. يعني يبقى كالندر للريسورس لكن مالهاش علاقه بالريسورس لودنج بالاساينمنت. عارف انت لو كان قال لك فور ريسورس يبقى مش هتعرف تجاوب ويقعد يقول لك بقى بي اوسع واشمل وبتاع من ضمنها الدي كالندر along with duration provide the basis for an activities estimated ها كالندر along with duration provide the basis for an activity estimated time frame relation لا cost لا resource لا يبقى time frame صح. Why are multiple calendar used in the project? ادي السؤال بقى. عشان الوركينج دايز والكونديشنز والحاجات اللي احنا والسيزونال والسيزونز والاجازات والحاجات اللي احنا قلناها دي كلها. الشكل ده جميل جدا. بحب انا الشكل ده. بس لما انت تحط كل الريسورس مع بعض كده يفيدك في حاجه؟ يعني انت بتطلع الريسورس انستجرام بتاعك. ريسورس بروفايل بتاعك للريسورس ريسورس ولا كل ريسورس مجمع على بعض؟ لا كله مجمع وايه الفايده بقى؟ تستفيد منه فين؟ يعني بتحط بطيخ على شمام على كل حاجه ايه الفايده؟ انت بتتكلم على الكوست انت بتتكلم على الكوست لكن انا بتكلم على ريسورس بروفايل كوانتيتيز مش كوست لا عشان هنتكلم على ليفلنج بعد كده يبقى كل حاجه لوحدها عشان تشوف الريسورس اوفرلودد يعني تلاقي عندك لو انت شفته بشكل هيستوجرام وحاطط الافيلابيلتي للديزاينر مثلا ان هم يشتغلوا يا دوبك 40 ساعه في اليوم في الاسبوع الاسبوع خمس ايام يوم يبان عندك وانت محتاج بقى 80 ساعه يبان عندك اللون الاحمر كده فوق الخط الافقي بتاع ال 40 بس ده يتطلب ان انت تكون عملت ريسورس لودنج تكون رحت لكل اكتيفيتي وحطيت الريسورس بتاعه وبالتالي حاطط فيه الريسورس داتابيز الايه الكوست بتاع الريسورس عشان لما تجمع الريسورس على بعضها كده من قلب باشمهندس تقدر تعرف ده الايرلي والليت احنا واخد بالك من احنا واخدين بالنا من الكيرف ده يا جماعه ليه اتنين كيرف في ايه عندك يا باشمهندس لا بشوف ايه ايه لا لو قلنا غير الثانيه واحدة بعد الليفلنج والتانية قبل الليفلنج مش انت بتتكلم على ده وده؟ لا مش بعد الليفلنج خالص بتبتدي ستارت بتبتدي امتى؟ ايرلي وليت عندك بروفايل على الايرلي اللي هي بتبتدي امتى؟ ايه ده؟ لا لا انت عندك استخدام على البداية المبكرة واستخدام على الليت ستارت طيب بس انت عندك الاستخدامين دول مختلفين ده تاريخ وده تاريخ ماشي ده فلوتنج الاكتيفيتي فيها فلوت طيب انت بقى بتشتغل على الليل ولا على الليت طبعا لا يمكن الاستشاري يوافق ان انت تشتغل على الليت هيضيع لك الفلوت كله وهنا الخناقه الثانيه اللي احنا اتكلمنا فيها قبل كده الفلوت بتاعك ولا بتاعي بتاع الاستشاري عرفا هو بيتكلم على العرف بقى يعني ايه يوم يستخدمها اول يعني انا حصل عندي اي متاخر ليش جرى مش حاجه ولا ما بقول الفلوت بتاع الاكتيف دي في اخر لما المفروض انه بيراقبك وبيشوف ابديت كل اسبوع فما يسمحلكش ان انت تقعد تاكل الفلوت بالشكل ده
ويجبرك يقول لك انت ليه كلت فلوس، تقول له اصل انا ما عنديش المعدات او الناس الكفايه. طب انت حاطط في الهيستوجرام بتاعك ان انت يكون عندك المعدات والناس الكفايه، وانت مقدم اساسا الريسورس لودنج بتاعك على الايرلي. انا مش هاخد منك سبميتال بالليت اصلا. دي الخناقه الازليه على فكره. هو مين صاحب المشروع؟ يبقى من حق كلاينت. طب انت جاوبت على نفسك، من حق المشروع. طب هو مين صاحب المشروع؟ كلاينت، من حق انا. واحنا نقول انا عامل نفسي عشان خاطر يعني مش من حق المشروع، ده كلام تاني. يعني فكده ده في رأيك. لا انت الفلوت ما تقدرش تتحكم فيه وتعمله لنفسك، الفلوت بيطلع نتيجه حسابات. لما تقول ان انا عامله لنفسي يبقى معنى كده انت ملفق ارقام وديوريشن، يبقى ما ينفعش تقول دي خالص. لما تقول لي كده هروح رافض البيز لاين اصلا، مش هديلك ابروفال على السبميتال بتاعك، لانك انت معنى كده انت مقدم لي ريليشنز ودوريشنز ار نوت يعني كريدبل. فاهمني؟ فموضوع الريسورس لودنج ده من الحاجات اللي معظم البلانرز ما بيعملوهاش، ما بيحطش ريسورس على كل اكتيفيتيز. يعني الباشمهندس حط ريسورس ما شاء الله كتير على اكتيفيتيز، مش عارف على كله ولا لا. شفنا قبل الليفلنج، وده الريسورس بروفايل بعد الليفلنج، علشان خاطر لو في عندك حاجه فوق الابف ذا ليميت تقدر. بس خلي بالك الليفلنج مش دايما بيحل المشكله. الليفلنج احيانا ما تقدرش ان انت تحل المشكله اللي ما عندكش انف ريسورس. احيانا بتضطر ان انت تقبل تاخير في المشروع، لان الريسورس زي ما قلنا من شويه درايف مفيش غيرها، وعلى الكريتيكال باس، الاكتيفيتي على الكريتيكال باس. فهتعمل ايه؟ فبتقبل بالتاخير وتبتدي الريسورس ليفلنج بتاعك فورورد ولا باكورد. لما تقول له اعمل ليفلنج يعملها فورورد باس ولا باكورد باس؟ لا، لو ما فيش الاكتيفيتي هتضطر تعملها فورورد، لان انت عندك درايف ريسورس، هو ده ريسورس حاكم وما فيش غيره. طيب الكوست والريسورس الوكيشن هم ميجر اليمنت في السكيدول زي ما قلنا، واحنا وي هاف تو بوت افكتيف الوكيشن. افكتيف يعني ايه؟ يعني تحط الالوكيشن للكوست والريسورس بتاعك بطريقه صحيحه، لان هي اللي هتبقى اساس الريكويرمنتس والسكسسفول بروجكت كومبليشن. نشوف كده بيسال ازاي، بيقول ايه؟ بيقول مثلا what may be a limit for a number of resources assigned to an activity. What may be a limit for a number of resources assigned to an activity. Resource assigned to other activities on the project. Availability of resources as a result of external constraint. Stakeholder driven. All of the above. ايه الاجابه يا جماعه؟ محمود صباح الخير. طيب هو محمد مصطفى ابتدى يتوب، كلنا اتوبنا. انا اتوبت يا راجل. خلاص احنا خلصنا. اما اخر سؤال، اخر سؤال. All of the above هي الاجابه الصحيحه. وخلي بالك من ستيك هولدر دريفن، ديت زي اللي هو ريسورس دريفن اللي كنت عمال اقول لك عليه. ريسورس حاكم، فهو ده من ضمن الحاجات اللي ممكن. Which of the following would limit resource not would limit resource not effect on a project. عندك limited resource، بس ايه اللي ممكن ما يؤثرش على المشروع؟ Extend the project schedule, no impact, modify the critical path, increase the cost of the project. Would limited resource. ازاي يعني؟ احنا بنقول ان احنا دلوقتي ايه اللي ممكن ما يخليش الفلوس المحدده تاثر على المشروع؟ ما تخش عند اي حاجه تاثر حقيقيه غير خطر عندي لو حصل اكستندد بروجكت. صح، خلاص يا عم، صح مظبوط. هو مفيش تاثير، لكن بقيه الحاجات الثانيه ممكن. طبعا. What are the two key fundamental elements of cost and resource loading؟ ايه الحاجات الاساسيه؟ WS و OBS.
عايز سكوب وعايز الاورجانيزيشن بريك داون ستراكشر عشان تركبهم زي ما انت عملته كده. Cost and resource loading incorporate what two major elements into the project schedule model. Cost estimate and project execution plan. اللي احنا عملناها قبل كده وجبنا الكوست استيميت وعندنا الاكسكيوشن بلان الموجوده من الرود ماب بتاعتها، فنقدر ان احنا بناء على الاثنين دول نعمل عمليه ال سكيدول. What are two outputs of cost and resource loading؟ هنطلع بايه من الكوست والريسورس لودنج؟ ها؟ انت عندك كاش فلو تطلع بيه وعندك ريسورس هيستوجرام تطلع بيه و might have leveling for this resource program. طيب احنا كده خلصنا الجزء بتاع النهاردة، وان شاء الله يوم الثلاث الجاي نبدأ في بقية الscheduling ونتكلم على المايلستون. شكرا لكم ونشوفكم يوم الثلاث الساعة 6:30 ان شاء الله.